بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفظ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلق على حضراتكم شوط الأول الجعدان الفطامين. ايش في جائزة هذا الشوط خنجر؟ هذا الشوط اللي سوى الضجيج من بداية الموسم، الكل ينتظر هذا الشوط بفارقا من الصبر، لكن سنكشف الأسماء المشاركة، سنكشف صاحب الخنجر في هذا الشوط وفي هذا الموسم. أروح مع المكلف ناصر بن محمد بن سالم الوئيبي، من ينطلق مع المركز الأول المركز الثاني الفارع قصر بن سعيد الوهيبي، من انطلق على المركز الثاني ما في المركز الثالث القدوم من لطام طاهر بن علي الوهيبي، ينطلق مع لطام على المركز الثالث المركز الرابع. وصل في هذه اللحظات راهي سعيد بن حمد بن سالم الوهيبي، لكن أعود مع المركز الأول إلى صدارة الشوط، إلى المقدمة، إلى المقدمة نحو المركز الأول، نحو صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. وصل مكلف ناصر بن محمد الوهيبي، ولكن يا سلام، روح بالحميدي، روح روح بالحميدي، روح روح بالحميدي، روح مع الخنجر، مع الخنجر، مع الخنجر نحو المركز الأول. لا محالة، لا محالة يا بن الحميدي، يا بن الحميدي، أحد مرشحيني لهذا الحيد، أحد مرشحيني لهذا الحيد. الله الله، لطام مع الكاس، لطم الكاس، لطم الكاس. مشكور يا سعيد بن علي، يا بن الحميدي الوهيبي، على انتزاع خنجر الجعدان. اسعد الله صباحك وتهانينا على هذا الابداع الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني كان هناك مكلف ناصر محمد الوهيبي، والمركز الثالث ايضا السهيل بن علي الوهيبي مع شاهين. توقيتنا زمن دقيقه 47 22 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.